أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الاثنين 1 مارس 2021. تتناول اليوم طعامك المفضل وتتحدث مع من تحب، فهو حقا يوم رائع للغاية. على الرغم من ذلك، قد تعاني من كثرة الضغوط والمسؤوليات، وتشعر أنك بحاجة إلى الراحة والاسترخاء. لا تقلق، فالوضع ليس صعبا، يمكنك أن تغير الواقع بسهولة. عاطفيا، ينضم القمرين في برج الميزان لكي يولد جوا أكثر رقة، يؤدي إلى بناء جسور العلاقة بالشريك. مهنيا، كفاءتك تثير إعجاب الجميع، وعلى رأسهم رب العمل، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة. صحيا، إذ لم تخفف من استعمال طاقتك فستشعر بالإرهاق كبير،